في حالة دفاع عن النفس، وأنا لا أضيع سرا إذا قلت لكم أن التهديدات الإسرائيلية تجاوزت، والفاشية الإسرائيلية موضوع الإعدام الفردي، هم يهددون بإعدامات جماعية ضد الفلسطينيين كما حصل في 48. هناك مذابح عديدة حصلت من أجل تهجير الفلسطينيين للوصول إلى مصادرة أراضي. والآن التهديدات الإسرائيلية، أولاً ينفذوا الإعدام الفردي بدم بارد خارج القانون، ويهددوا بإعدامات جماعية. لهذا السبب نحن نتطلع إلى أمتنا العربية أن تقف معنا مع الشعب الفلسطيني في هذه اللحظات الحرجة، هذه اللحظات الصعبة، وأن تصل هذه الرسالة عبر القاهرة إلى كل أرجاء وطننا العربي وإلى أمتنا الإسلامية. نحن نعرف أن هذا الوطن وهذه الأمة مثقلة بالهموم، ولكننا نأمل أن تكون القدس، القدس بقدسيتها، القدس الذي قال فيها القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هي عنوان ليجتمع حولها العرب والمسلمون ولينبذوا خلافاتهم وتكون بوصلتهم اتجاه تحرير المسجد الأقصى وإنقاذ المقدسات الإسلامية والمسيحية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الأطول في التاريخ.